عجبك في ايه؟ بصي دكتور محمد عفيفي قال لي ان هو بيتفرج على الاختيار وعلى جزيرة غمام وعلى الكبير على فكرة، وانا كمان بحب وراجعين يا هوا كبس لخالد النووي عشان سما انور وكش. عبد الرحيم كمال بيعجبني جدا، المؤلف في الحقيقة متميز، وهو منذ بداياته يعني كانت اول حاجة شفتها له يمكن مع الاستاذ يحيى الفخراني، وكانت في رمضان برضو مش فاكر اسمها دلوقتي. عبد الرحيم كمال من سلالة الكتاب الدراما العظام بقى، سمع نور عكاشة ووحيد حامد ومحمد جلال عبد القوي وكده. فعبد الرحيم كمال شخص انا ما اعرفوش شخصيا لكن متميز جدا. فالورق حلو وفي الدراما اول حاجه الورق صحيح، بعد كده طبعا الممثل والاخراج بياتي كده. فالورق حلو جدا، وعبد الرحيم عنده طابع صوفي في كتاباته، ظهر في أكتر من مسلسل. كمان أحمد أمين في الحقيقة اكتشاف كبير جدا. يعني أحمد أمين أنا أول مرة ما شفته كان في الكوميديا، يعني في الأول ما حبيتوش، بعد كده هو من المصريين بيتطور بشكل سريع جدا جدا. يعني لا، في جزيرة غمام هو قايم بدور أكتر من رائع وتحول كبير في مسيرته. فالمسلسل بشكل عام، المسلسل يعني كأنه تكلم عن الدنيا وما فيها، عن الحياة، عن السلطة، عن التيارات المختلفة أو الناس المختلفين بشكل كبير جدا. أنا شفت أنه في يعني قرأتي أنا للمسلسل أنه في السلطة السياسية متمثلة في الكبير بتاعهم، السلطة الدينية ممثلة أيضا، والسلطة الروحية اللي صحيح هي سلطة دون السعي ليها. يعني هل شايف أنه المصريين فكرة التصوف عندهم موجودة ولا بيتم استدعائها من وقت لآخر من خلال أعمال درامية؟ المصريين هم وليه المسحة دي المصريين بيحبوها؟ المصريين هم اللي ابتكروا التصوف من حتى في المسيحية، يعني الرهبنة ده ابتكار مصري، يعني ابتكار مصري طبعا الرهبنة ابتكار مصري. المصريين هم اللي عملوا الرهبنة وصدروا ده للعالم كله ومنحوه للعالم، والصحراء المصرية هي ابتكرت فكرة الرهبنة، وده جاي من تأثيرات أقدم في الفرعونية وكده. ثم التصوف المصري أضاف، طبعا التصوف الإسلامي موجود في أماكن متعددة، لكن التصوف المصري كان إضافة كبيرة جدا في تاريخ التصوف الإسلامي والعالمي بشكل كبير. وفي الحقيقة لحد يعني كان لحد وقت قريب جدا جدا الناس كانت حتى في الصعيد بدل ما تسأل نفسها أهلاوي ولا زملكاوي، أنت بتنتمي للشاذلية ولا الحميدية ولا القادرية ولا جلال الدين الرومي. لغاية النهاردة مقولاته بتأثر في أي حد بيقراها، ولغاية دلوقتي الناس بتشيرها لبعض. فالتصوف في الحقيقة في مصر مهم جدا 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 بشكل كبير. وحتى قال يعني فكرة آل البيت في مصر، يعني يعني مش هتلاقيها في أي بلد، يعني مصر سنة ورغم ذلك آل البيت عندنا أساسي وفكرة التصوف، وكأن مثلا مصر يعني أكثر حبا لآل البيت من دول أخرى شيعية. لكن ده المصريين في الحقيقة. فكرة التصوف والقديسين والأولية. شوفي حضرتك سانت تريزا والسيدة زينب صحيح، وده عودة لإيزيس المعبودة المصرية. ففكرة الأم والأرض والسيدة الطاهرة ففي الحقيقة ده ابتكار مصري. فعشان كده يعني هذا النقاء هو ابتكار مصري طبعا. التصوف التصوف الرهبنة ثم العطاء المصري في التصوف وفي الفكر التصوف وفي انتشار التصوف. كل المتصوفة المغرب العربي كانوا بيجوا هنا في مصر، يعني
لما تشوف السيد البدوي، لما تشوف الأبياري في اسكندرية، الشاطبي وبتاع ده، كل دول جم متصوفة جم مصر، ومصر احتضنتهم وبقى الناس يعني تحتفل بيهم كده. صحيح. فهنا أهمية التصوف ونجاح حوار رائع المشارسة. كمان عمله عبد الرحيم الحقيقي جدا في ما بين وما زال في تقديري أنا الثلاث سلطات دول، يعني طبعا يبين تركيبة الناس البشر، يعني هو البشر. واخد الحياة والبشر والدين يعني بشكل رائع، لا و و و وجمال الدين طبعا، وجمال الدين طبعا. بالمناسبة دكتور محمد، في أي فترات مصر على مدار تاريخها إيه كانت العلاقة ولدته للوقت؟ أنا محتاجة أعرف من حضرتك كإجابة العلاقة المتوترة، خليني أسميها المتوترة طول الوقت، ما بين المثقف وما بين السلطة الدينية. بص حضرتك، في الفترات الحضارية في تاريخ مصر أو فترات الازدهار والتقدم، لازم يبقى في توافق ما بين المؤسسين طبعا، بين المؤسسة الدينية والمثقفين، وده بيجي نتيجة المؤسسة الدينية ساعتها بتؤمن بأن المثقفين في الحقيقة بيلعبوا دور في تطوير المؤسسة الدينية من الداخل. والنموذج الأكبر لده مثلا الإمام محمد عبده، ده كان مين أصدقائه أو مين المحبين اللي حواليه؟ ده بقى قاسم أمين وسعد زغلول يعني حضرتك شايف أنه النجاح بيجي من الصداقة وليست العلاقة المتوترة. طبعا التوافق التوافق المناطق المشتركة بالظبط، التوافق ده هو اللي بيدي دفع للأمان. لكن التوتر في الحقيقة مشكلة كبيرة، بتبقى فترة صعبة جدا بتمر بها وحصل طبعا حصل حصل اللي جاب نتائج أفضل. فترة السادات مثلا كان توتر كبير جدا بين المؤسسة الدينية والمثقفين بشكل كبير. أكتر فترة؟ طبعا من أكبر الفترات، من أكبر الفترات. أكبر الفترات. والقراءة الآن لهذه الفترة والعلاقة اللي كانت متوترة ما بين السلطة الدينية والمثقف، القراءة الآن شايفها مختلفة عن وقتها؟ يعني دلوقتي لما بشوفها بتأكد من صحة مين، مصداقية ان لابد يحصل توافق وعدم وجود صراع، وان المؤسسة الدينية لها دورها والمؤسسة الثقافية لها دورها، ويجب عدم التعدي بل التعاون. يعني حتى صدام نتائجه أسوأ سيئة جدا. يعني حتى تجديد الخطاب الديني لا يمكن أن يحدث من خلال المؤسسة الدينية فقط أو حتى المثقفين فقط، ده لازم المجتمع كله بكل أطيافه وبكل تفاصيله طبعاً طبعاً. وشايف عشان كده ما جابش نتيجة طبعاً، أو النتيجة المرجوة إلى الآن طبعاً طبعاً. إمتى الخطاب الديني تحس فيه كأستاذ تاريخ إنه حصل فيه بالفعل؟ يبقى مشروع قومي، لما يبقى مشروع قومي يشترك فيه كل مؤسسات المجتمع. تجديد الخطاب الديني يعني هو تجديد نمط الحياة في الحقيقة، فبالتالي هو ليس مهمة المؤسسة الدينية فقط أو فحسب، وإنما كل المجتمع، والمؤسسة الدينية تلعب دور مهم والأزهر في فترات ازدهاره وتطوره بيلعب دور مهم جدا في الحقيقة. لكن ده لازم يبقى في إطار توافق. أكتر فترة كان فيها شايف إن دور الأزهر والمؤسسة الدينية كان عظيم في التأثير، أنهي فترة؟ فترة بقى مثلا الإمام محمد عبده ما كانش شيخه الأزهر، لكن في الفترة دي كان مهم. فترة الستينات كمان في الحقيقة كان الأزهر بيلعب دور مهم جدا في الـ يعني الشيخ الباقوري وغيره، وطبعا كتير من المشايخ الأزهر في فترة الستينات كانوا بيقدموا رؤية عقلانية أكثر تنويرا، وما كانش في صدام بشكل كبير في صدام بين المثقفين وال والمثقف بطبعه الصدامي ولا بيبقى سريع عايز سرعة في التغيير؟
أو التنوير أكتر. المثقف حركته سريعة. يعني المثقف رغبته وحركته سريعة. المؤسسة الدينية دايما بحكم التركيبة والثقافة بتبقى أقل، عشان كده بقول لحضرتك التوافق ده مهم، مهم جدا في الحياة. الصراع والتنازع تكلفته صعبة، تكلفته فاتورته أكبر طبعا. طبعا فاتورته، لكن التوافق هو الأبسط وهو مسيرة الحياة. لكن حتى في الإصلاح الديني في أوروبا وكده لما ما حصلش توافق لا ده التكلفة كانت شديدة جدا جدا على أوروبا. حصل إصلاح ديني بس حصل نزاعات وحروب صحيح وموت صحيح بشكل كبير جدا وتكفير لبعض الناس أيوة. فعشان كده التوافق شيء مهم جدا والحوار المشترك في الحياة. عشان كده لازم يبقى تجديد الخطاب الديني مشروع قومي. ينفع نعمل ده؟ ينفع، ينفع نعمل ينفع. ده محتاج بعض المرونة من الطرفين في تقديرك؟ محتاج إرادة، إرادة سياسية، ثم حوار مجتمعي، مجتمعي للجميع. يعني الوقت مر بسرعة لكن استفدنا من حضرتك إيش. جدا واتمنى أنه مسألة التوافق تحصل علشان ضروري. تحصل النتائج ضروري. اللي المعظم محتاجها يعني صحيح. لأنه في النهاية في صالح الكل طبعا. طبعا.